رأيك ايه في عربيات الكهرباء سيادة اللواء؟ المستقبل الواعد القريب عربيات الكهرباء، وبعدين بالدعم الحكومي اللي مستمرين فيه. النهارده العربيات الكهرباء ما لهاش جمارك، ما لهاش ضرايب، ما لهاش حاجه، ما لهاش قيمه ضريبه مضافه 14% وخلاص. تحسن البنيه التحتيه للشواحن واضح انه سريع جدا، جدا. يعني الحكومه ماشيه بخطوه بتلاقي جامده كتير جدا. في محطات البنزين ازاي تشحن يعني عربيه كهرباء، 3000 نقطه متوقع انها بوكسات تخلص الشحن ممكن تشحنها في البيت، وفي قصه البيت غريبه غالبا في التجمع دلوقتي عندي مثلا ما فيش بنزينه، ما فيهاش ما فيهاش غالبا على الاغلب. البنيه التحتيه بتقعد تشحنها قد ايه، ساعه مثلا؟ لا لا, لا, لا في شحن اي سي وشحن دي سي. الشحن الاي سي هو الشحن البطيء حسب سعه البطاريه او حجم البطاريه، بنقسم الكيلو وات ده. اقل عربيه ممكن تتشحن البطاريات الصغيره هتبقى 5 6 ساعات، لكن البطاريات الكبيره شويه هتاخد 11 ساعه. الشحن البطيء بتاخد وقت كبير، تاخد الليله. لكن الدي سي ممكن حضرتك تشحني من 0% البطاريه الصغيره في نص ساعه 45 دقيقه، البطاريه الكبيره في 45 دقيقه من 20 ل 80%، وهذا قد يكفي مسافه 500 كيلو. فجيد يعني ممكن تطلع بيها اسكندريه والصعيد. طبعا. ده انا عايز اقول لحضرتك ان في عربيات كتير جدا دلوقتي، جيريزيكا، اليوان، الجي اي سي، 1100 كيلو. ده ما بتقدريش تاخديه من عربيه بنزين، شحنه واحده تديكي 1100 كيلو و1040 كيلو. متوقع للسوق 2024 ان هو يستعيد عافيته، يستعيد الطلب مره اخرى؟ انا اعتقد ان النص الثاني هيبتدي شكل السوق بطريقه تانية خالص. شكل السوق من ناحيه السيارات التقليديه اللي احنا بنشتغل بيها زائد السيارات الكهربيه هيبقى ليها دور كبير جدا.